دلوقتي وانا شغال بالمقص، فماما طلب مني المقص قلت لها انا شغال بيه. فقالت يعني هو طلب منك المقص، فانت قلت له ثواني يا اسطى انا شغال بيه. قلت لها اقطع بس المرمى دي واجيبهولي. اقطع المرمى واجيبهولي، ماشي. قطعت المرمى ودخلت قلت له عشان اديهوله، قام جاي مقابلني، قام جاي شتم ايدي، شتمني، قام جاي خبطني بيه. يعني هو قام انت رايح تودي له المقص، شده من ايدك. قام جاي شتمني، قام جاي خبطني بيه في بطني. طيب خبطك بيه في بطنك، وبعد ما خبطك في بطنك انت جاي واقع، قام جاي نازل عليا بقى بالكفوف وشرايط وقعد سيب بيه. يعني انت ما وقعت في الارض، دور فيك الضارب. اللي لام الشهر ومين حشو عنه؟ ولسه مصطفى اخو وسط عميل، اللي هو مين بقى اللي لسه مصطفى؟ أخو صاحب الورش. أخو صاحب الورش. هو اللي قومني ورقدني على الدك. قومك ورقدك على الدك. طب واللي خبطك راح فين بقى ساعتها؟ دخل على جوه الورش. تمام. دخل يكمل شغل. يعني دخل يكمل شغل وسابك مرمي في الأرض.